موهبتي تعظيم من عنده قد صار وحملت الخالق من ذا لا يحتار. هل الخدمة منصب؟ كتير قوي اسمع ان واحد اصل ساب الخدمه لانه كان عنده مشكله مع الخادم الفلاني، او مثلا اصل انا وانا في الخدمه حصل مشكله فانا للاسف مش هقدر اكمل. هي الخدمه عباره عن ايه؟ الست العذراء هترد النهارده وتقول لنا ايه هي الخدمه. اول ما ملاك الرب ظهر للست العذراء عشان يقول لها ويبشرها انها تكون ام الاله، ترد العذراء بكل تواضع وتقول هوذا انا امت الرب ليكن لي كقولك، يعني انا خدامه. الله، انت عايز تقولي ان انا خدمت ربنا في اي وقت يحطني، اي وقت هو عايزني انا تحت امره، حتى لو كان منصبي ام الاله. طب هو اللي منصبها عظيم تخرج من بيتها بعد ما تعرف ان هي ام الاله عشان تروح تخدم حد تاني؟ تخدم مين؟ اليصابات. راحت تجري على اليصابات اولا عشان تقول لها مبروك، ثانيا عشان تخدمها اخر 3 شهور في الحمل اللي هم اصعب 3 شهور اللي هو من شهر السادس للشهر التاسع. وإليصابات بتقول كده انها اول ما سمعت صوت سلام العذراء ارتقد الجنين في بطنها. يعني ايه؟ يعني نط، قفز، رقص بالفرحه. ست العذراء عايز تقول لنا كخدام وانت رايح تخدم لازم تاخد المسيح جواك عشان الناس تفرح، فالخادم اللي حامل المسيح جواه بيقدر يقدم رساله فرح لناس كتيره ممكن يكونوا تعبانين.